لو رحت اتكلمت مع بنت والبنت دي ما ادتلكش وش، يحصل ايه؟ في غيرها كتير. ايه يعني لما اكون بحب ولد وكان نفسي نتقدم لي والولد ده مش شايفه؟ طب ايه المشكله لو الدولار غلي تاني وطلع تاني؟ ربنا موجود، اللي سترها في الاول هيسترها في الاخر. ايه اللي هيحصل؟ ما تسجنش في الفكره انا قليله، انا قليل، انا في نظرها مش جامد. دي كلها افكار مش سلام، دي مش افكار يسوع. طريقه التفكير الصحيح وطريقه ان انا اواجه افكاري هي دي اللي تخليني اقدر اعيش هنا والان، اعيش اللحظه بكل قوتها، بكل شغفي، من غير ما اضيع وقتي. طب ماشي، السي في بتاعي مش كامل، اتقدمت لشغل والسي في بتاعي مش كامل، طب ما تشوف انت ناقصك ايه. يمكن ناقصك لغه، يمكن ناقصك كورس معين، روح اشتغل على نفسك وروح خد كورس زياده وروح اشتغل على اللغه وارجع تاني وتقدم في مكان تاني. بصوا من الاخر، فيش حد في الدنيا تعب وما خدش، بياخد في الاخر، طالت ولا قصرت هياخد في الاخر. هصلح افكاري ازاي؟ بان انا كل فكره هقاومها بالفكره الصحيحه بتاعتها. ألاحظ قوي قوي مع يعني مع اول اسبوع في التدريبات دي بتلاقي في فايده، وبتلاقي انه المشاعر السلبيه اللي عندك بدات تقل، تقاوم الفكره الغلط وتحط بدلها الفكره الصحيحه فتقل الافكار. ما تضيعوش وقتكم في الافكار والمشاعر السلبيه، فكر على حياتك بشكل ايجابي. الحياه تستاهل ان احنا نعيشها صح. يسوع عايزك فرحان، يسوع عايزك فخور بنفسك وقوي وناجح في شغلك، ما تقفش عند حد معين. خلي دايما افكارك تبقى افكار بتاعته هو، مش افكار ابليس.